أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن مسؤول عسكري عراقي عن قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش بقصف مكثف شنته طائرات التحالف الدولي والمدفعية العراقية على مواقع عدة يحتلها التنظيم في قضاء تل عفر غرب مدينة الموصل. وأعلن محمد الخضري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية عن بدء معركة تحرير مدينة تل عفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على مواقع يحتلها داعش، مشيرا إلى أن الهجوم البري سيبدأ بعد إكمال تنفيذ تلك الضربات. أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك العراقية بأن تنظيم داعش أصدر تعميما يحذر فيه مسلحيه في قضاء لحويجة من قصف ضفائر شعرهم، فيما حدد عقوبات بحق المخالفين. أقل المصدر إن تنظيم داعش أصدر تعميما عبر وسائل إعلامه في قضاء لحويجة جنوب غربي كركوك حذر من خلال هذا التعميم مسلحيه من قص ضفائرهم لأي سبب كان، مبينا أن التنظيم دعا إلى أن تكون إطالة الضفائر إحدى بنود استقبال المتطوعين الجدد. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 70% من مدينة الرقة بعد اشتباكات مع أفراد تنظيم داعش بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. يأتي هذا التقدم لقوات غضب الفرات بعد سيطرتها على حيي المهدي والرافقة شرقي مدينة الرقة بعد معارك عنيفة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من مسلحي تنظيم داعش، كما قتل 4 من أفراد سوريا الديمقراطية وأصيب 7 بجروح. صد الجيش اليمني هجوما عنيفا شنه مسلحو ميليشيات الحوثي على موقع الصفرة بمحافظة شبوة شرقي البلاد. وقال موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني إن قواته كسرت هجوما للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في منطقة الصفرة بمديرية بيحانة التابعة لمحافظة شبوة، وأضاف أن الجيش كبد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. أعد مسؤول غوام أن تصريح زعيم كوريا الشمالية الأخير إشارة إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بدأ يهدأ. جاء هذا بعد أن قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن كيم جونغ وانغ قد خطط لإطلاق الصواريخ. أعلنت الصين مصدر الدعم الاقتصادي الأول لكوريا الشمالية الاثنين تعليق استيراد الحديد والرصاص وخام هاتين المادتين ومنتجات البحر من هذا البلد طبقا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ. وقالت كوريا الشمالية العام الماضي كانت قد قامت بتصدير أكثر من 92% من إنتاجها إلى الصين التي تشكل دعامة اقتصادية. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.